داليا، في الواقع مشهد معبر جدا. أنا أيضا مشيت مع المتظاهرين من مرفأ بيروت إلى منطقة الصيفي، لا نستطيع أن نتنقل أبدا بالسيارات، زحمة مواطنين كلهم يتوجهون دفعة واحدة من مرفأ بيروت إلى وسط بيروت إلى العاصمة إلى ساحات العاصمة بيروت، والأعداد إلى تزايد فتزايد. سوف أترك لخالد موسى أن يظهر لكم هذا المشهد من جميع الأعمار، من الشباب، من الكبار في السن، كلهم يشاركون في هذه التظاهرة. طيب. التي لا تشكل فقط إحياء لذكرى سنوية مأساوية، إنما تجدد الغضب، تجدد الغضب من السلطة، تجدد التأكيد على قوة الشارع، قوة الناس. اللبنانيون لم يفقدوا حماسهم، اللبنانيون لا يزالون غاضبين، اللبنانيون لم يتعبوا من الأزمة المالية والاقتصادية، ها هم في الشوارع يتدفقون إلى ساحات العاصمة بيروت. كما علمت من أشخاص مشاركين هنا يريد عدد منهم الاستمرار في هذه التحركات ويريدون إعلاء الصوت مشددا. سوف نرى إذا ما كانوا سيتمكنون من ذلك، سوف نرى إذا ما كانت المشاكل السابقة سوف تعود لتفريقهم، ولكنهم الآن في هذه الذكرى السنوية المأساوية يجددون التضامن مع الضحايا، يجددون إعلاء الغضب، يجددون التمسك بالوطن، ببناء دولة حقيقية. هذا ما أراه في الشارع، هذا ما أراه من تدفق المواطنين بهذه الطريقة من مختلف المناطق اللبنانية، يتدفقون ولا يتعبون. هم منذ ساعات الظهيرة بدأوا ينتشرون في هذه المناطق، والآن يتوجهون بأعداد كبيرة إلى وسط العاصمة، حيث علمنا ونحن أيضا نتوجه إلى الساحة المحيطة بالبرلمان أن هناك مواجهات مع القوى الأمنية، وأنه بدأ استخدام خراطيم المياه ضد من يحاولون الدخول إلى باحة البرلمان. ولكن لن ينقضي الأمر هنا، المعلومات تشير إلى أن عددا من هؤلاء المحتجين والمتضامنين مع أهالي الضحايا سيتوجهون أيضا إلى منازل مسؤولين، ولسيما الذين تم استدعاؤهم من قبل المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. الآن نرى يافطات تقول حصانتكم ساقطة، لن ننسى، أنتم نواب النيترات، أنتم سلطة الأمونيوم، لا نريدكم، نريدكم أن تسقطوا، أن تذهبوا لبناء دولة حقيقية في لبنان. طيب كلودي، من خلال مشاهداتك ذكرت الآن أنه هناك حالة من الحشود الكبيرة، حالة من الاحتقان تلمسينها الآن في الشارع، وبالتالي هل ينتظر كما ذكرت الاستمرار في الشارع؟ هل يخشى من شرارة ثورة جديدة؟ طبعا هناك الآن سباق بين عودة المحتجين إلى الشارع، الذين يعني تقولين إنني أقول احتقان، هناك احتقان داليا، وأيضا ما ألمسه أن هناك إصرار من هؤلاء لأن يقولوا نحن لسنا راضين، نحن غير تعبين، نحن نريد الاستمرار. سوف يتطلب الأمر وقتا طويلا، ولكننا باقون، ولكننا هنا. لم نأتي فقط لنبكي، لم نأتي فقط لنتذكر الضحايا ونبكي عليهم، أتينا لنأخذ بالسأر، أتينا لنحقق العدالة، أتينا لغرض إنساني ووطني كبير. هذا ما يقوله هؤلاء، وأقول من جميع الأعمار، غالبيتهم من عمر الشباب الذين لم يفقدوا الأمل. في الواقع داليا، أنا أعددت تقريرا تحدثت فيه عن حال اكتئاب لدى اللبنانيين، وبأن غالبية المصابين بالاكتئاب هم من عمر الشباب، لأنهم يرون أن ليس من مجال للتغيير في لبنان، وأن انفجار المرفأ أتى وقضى على كل آمالهم بالتغيير وعلى كل قدرتهم الطبيعية بأن يغيروا، بأن يعيشوا حماس التغيير والتجدد. الآن أرى أن هؤلاء الشباب بالفعل، ورغم هذه السنتين من المآسي، ولسيما السنة الأخيرة بعد انفجار المرفأ، ورغم كل هذه المآسي، يعودون وينفضون المأساة عنهم،
لهم ويريدون أن يعبروا عن أسرارهم بهذا الوطن، أسرارهم بالبقاء بهذا الوطن وليس فقط مغادرته لإيجاد فرص أفضل. يريدون التأكيد وهذه صورة للعالم أجمع. اليوم الذي اجتمع من أجل لبنان في مؤتمر الدعم الذي نظمته فرنسا، يريدون القول أن مؤتمر الدعم لا يتكلم مع هذه السلطة التي أكثرت من بيانات البكاء على ضحايا المرفأ من دون فعل أي شيء. هم مع هذا المجتمع الدولي يريدون أن يقولوا نحن هنا ونريد أن نبني مجتمعاً ودولةً حقيقية قادرة، دولة تكافئ الذي يظهر التزاماً بالوطن وليس من يريد أن يسرق من الوطن ومن سكان الوطن ومن أهله وشعبه ليعيش هو مرتاحاً وباذخاً مع عائلته. اليوم عودة إلى الشارع. نعم. هل ستبقى هذه العودة داريا كما سألتني؟ نحن غير واثقين من ذلك، لأن المشاكل التي برزت في السابق ستعود، بالطبع أنها ستعود، ولكن كيف ستتحول الصورة؟ اليوم سمعت كثيرين من المراقبين الأصدقاء يقولون لي أن هذه الليلة هي تحول في لبنان. نأمل أن تشكل بالفعل تحولاً وليس محطة واحدة من هذا التحول، محطة تكون فقط بمناسبة الذكرى السنوية للانفجار، بل أن تؤسس ليوم جديد، لغد جديد، لفجر آخر في هذا الوطن الذي يحبه أبناؤه ويحبه العرب أيضا ويحبه كل من زاره. هذا الوطن يحتاج إلى فجر جديد، يؤمل أن يكون سيأتي بعد هذه المآسي الكثيرة التي عاشها اللبنانيون. طيب كلودي، وأنت تتنقلين من شارع لشارع أو من ساحة لساحة، أريد أن أعرف منك الآن حجم انتشار القوى الأمنية في ساحات وشوارع بيروت، وإن كانت تجهزت لكل هذه الحشود. ذكرت لي بأنه الحشود كبيرة الآن، بل وتأتي بشكل متزايد كل ساعة تقريبا. نعم، القوى الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني أعلن أنه موجود في مختلف المناطق اللبنانية لتأمين الأمن والمحافظة على الاستقرار في لبنان. وأعلن الجيش اللبناني أنه أوقف مواطنين كانوا يتوجهون إلى منطقة المرفأ في ساعات الظهيرة، وكانت في سياراتهم أسلحة وعتاد وأيضا آليات للحماية من الغاز المسيل للدموع. هذا ما أعلنه الجيش اللبناني، وهو أوقف هؤلاء الأشخاص. وكانت هناك أيضا بيانات من أحزاب، بيانات حزبية تنفي أن تكون هذه الأحزاب متورطة بهذا العتاد الحربي الذي كشف عنه الجيش، رغم أن صورا تم تناقلها أظهر اسم هذا الحزب على هذا العتاد الحربي. ولكن نحن لسنا هنا، نحن نقول بأن هناك من يسعى للتخريب، وأنا كانت عندي معلومات من الأمس بأن هناك من سيسعى إلى التخريب على هذه المظاهرات، والجيش اللبناني هو الذي يحمي. وقد كان موقف اليوم لقائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد أنه سوف يسعى ويساعد على تحقيق العدالة وعز أيضا بشهداء المرفأ. إليك داليا.